اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. هنتكلم النهاردة عن مسلسل امريكي استرالي بعنوان كليك بيت. المسلسل من كتابة توني ايرز وكريستيان وايت. بيتكون المسلسل من 8 حلقات، وبتبدأ الحلقة الاولى بصراع ما بين نيك وهو بطل العمل مع اخته بيا، وبعد كده بنشوف نيك وهو يعني دي في اول حلقة وكان مخطوف وبيحمل لوحات معينة، زي ما يكون حد مثلا خلاه يحمل هذه اللوحات بالعافية، وبيقول ان هو بيعامل النساء معاملة سيئة حسب مكتوب على اللوحة، وان لما يوصل لخمسة مليون مشاهدة هو هيموت. وهنا يبدأ اللغز، يا ترى مين اللي عمل فيه كده، وتبدأ اخته مع كمان زوجته رحلة بقى البحث مين اللي عمل فيه كده، وهل هو فعلا ليه تاريخ سيء مثلا مع النساء زي ما مكتوب على اللوحة، ولا لا ده في حد خلاه يكتب كده بالعافية وهو يعني بريء تماما. واحد من المسلسلات اللي بنشوف فيها رحلة البحث عن الرجل او المجرم اللي قام بهذه العملية، وايه الدوافع اللي خلت الشخصية اللي اختطفت نيك يقوم بهذا الفعل، هل هو انتقام من شيء معين ولا مجرد رغبة في الشهرة والإيذاء. وهو من الأعمال، يعني المسلسل ده يعني بيتكلم على مخاطر بقى استعمال المواقع بتاعة المواعدة وتأكد من الشخصية الحقيقية، وإن يكون أنت بتقابلها في الحياة الحقيقية بدل العالم الافتراضي اللي مليء بالكذب والزيف. وكمان ناقش برضو موضوع العنصرية من خلال برضو شخصية لمحقق الشرطة روشان، ومفروض بقى ان هو ايراني مسلم وكده، وبيتم معاملته بنوع من الاضطهاد شوية، وكمان عنصرية من نوع اخر ضد يعني الناس اللي هم سود البشرة. فهو العمل مرتكز على الموضوع ده وموضوع السوشيال ميديا وموضوع مواقع المواعدة وخطورة التخفي وراء شخصيات معينة، وده بيفكرنا شوية بالعمل بتاع هارلان كوبين اللي هو مسلسل The Stranger. ده كان برضه هو قائم على موضوع بقى البحث على الانترنت، وازاي ان في شخصية معينة بتبدأ تتصيد بعض الشخصيات بدافع معين، ولكن كان مرتكز بقى ان هو من خلال الانترنت وكده بتعرف عدد من المعلومات الشخصية اللي في عمل The Stranger، وبتبدأ تتوجه لشخصيات بعينها وتحاول بتخرب حياتهم. فيا ترى ايه اللغز بقى وراء اختطاف نيك، وهل هيوصل لخمسة مليون مشاهدة ويتم قتله بالفعل، ولا ايه اللي هيحصل بعد كده. وهو من الاعمال اللي هو بقى لو انت استمتعت به مسلسل زي مير اوف ايست تاون، ده من اهم مسلسلات الجريمة هذا العام، او مثلا مسلسل تيل مي يور سيكريت، ودي من المسلسلات المميزة السنة دي واللي فيها عدد من التوستات والمفاجآت اللي لا تتخيلها. كذلك برضو نفس الوضع في هذا المسلسل اللي هو كليك بيت، هتلاقي عدد من المفاجآت الكبيرة، والتوست النهائي كان خطير جدا ويزيد من تقييم هذا العمل. والأداء التمثيلي كان متميز في بعض الشخصيات، وخصوصا يعني أكتر شخصية عجبتني هي اللي قائمة بدور أخت نيك اللي هي بيا. شخصية عصبية تسعى دايما ان هي تاخد حقها، وعلى صدام مع عدد من الشخصيات في هذا المسلسل، فهي رحلة من رحلات الشك في عدد كبير من الشخصيات في المسلسل، تحاول تكتشف هوية المختطف من خلال كل ما يمر حلقة تشك في شخص معين لحد ما نشوف المفاجأة والقنبلة الكبرى بقى في الحلقات الأخيرة. فالمسلسل من المسلسلات برضو اللي فيها إيقاع سريع مش بطيء، أو حلقاته مثلا مملة، ولكن بتدفعك بشكل كبير في رحلة البحث عن هذا الشخص والدخول في أعماق بعض الشخصيات الأخرى اللي هتظهر بقى على السطح، واللي هتخليك أحيانا تشك في نيك نفسه. وبتكلم كمان عن موضوع الخصوصية، وإزاي حد معين ممكن ينتهك خصوصيتك ويتسبب في مشاكل كبرى. هو من الأعمال المهمة وأعمال الجريمة المميزة والأعمال الدرامية المميزة هذا العام، وتقييمي لهذا العمل هو 8 من 10. الفقرة الجاية دي هيكون فيها حرق كامل لأحداث المسلسل، ولو لسه مشوفتش هذا العمل ممكن تقف لحد هنا. عرفنا بقى أن صوفي كانت بتخون جوزها نيك، وان بقى نيك كان دخل على موقع من مواقع المواعدة، وكان عمل بروفايل بالفعل، كان في نيته ان هو يعني كان برضو هيرد لها موضوع الخيانة، ولكن ما اكملش هذا الموضوع. وده اللي لقيته بقى شخصية دون اللي هي المديرة الادارية في مكان العمل بتاعت نيك، وخدت بقى يعني هو سمح ليها ان هي تنسق اموره وتاخد كل شيء، خدت الصور والملفات وتنظيم حياته، وده اصعب شيء بقى ووقع في نيك، وهو الثقة المفرطة في شخصية انت ما تعرفهاش، وازاي تسلمها حاجات زي كده، والخصوصية بتاعتك في عالم الانترنت، وازاي تحصل على الصور بتاعتك وتتلاعب بيها وتعمل اكتر من بروفايل على مواقع الديتينج. وتكلم عدد من الشخصيات، يعني اكتر من سيدة بتكلمهم، وحتى بتزور الصوت وتعمل ان هي صوت راجل، وتبدأ تكلم
كل منهم. واكتشف ده جوزها وعرف قد ايه هي مريضة، وهي بقى قالت ان هي يعني زي ما قالت ان هي حاسة بالوحدة، وان هي مش متشافة، وان المجتمع عمره ما كان حاسس بيها. فحست من خلال مكالمة الشخصيات دي ان هي يعني بتكلم ناس وبتنتحل شخصية نيك، وحاسة ان هي ظهرت للعالم وللمجتمع، فهي ضحية للوحدة والطفولة اللي كانت فيها والحياة الزوجية الصعبة اللي هي كانت عايشة فيها، وانشغال زوجها برضو عنها طول الوقت. شفنا ازاي شكينا في اكتر من شخصية، سواء صديق نيك في العمل وفي موضوع التدريب، لما شفنا الصور على الكمبيوتر بتاعه قلنا يمكن يكون هو، وكمان قبلها كان اخو احدى السيدات بقى اللي هي كانت ضحية وعندها اصلا مشكلة نفسية وكده، وكانت معتمدة على نيك ان هي بتتكلم معاه وعايشة معاه قصة حب وكده، ولكن اهملها بشكل كبير وقال لها قومي باللي انت عايزة تعمليه، وبالفعل خلاها تنتحر. فكان اخوها هو اللي جاب العمل عملية الاختطاف، واول واحد بقى هو مسكه هو وصديقه وحبسوه في العربية. لكن لما عرف ان الموضوع مدبر وكده، وان مش هو صاحب هذه الصور، وان الصور دي مفبركة، وان نيك نفسه ضحية فيها، طبعا كان اطلق سراحه. وكان نيك راح بقى لدون وقال لها انت الوحيدة اللي عارفة عني كل حاجة، واكيد انت اللي عملت كده، وانت اللي انتحلت شخصيتي. فقام زوجها بضربه وقتله في لحظة كده من الهلع لما لقى بقى بيتهجم على زوجته، فطبعا قام بقتل نيك. شفنا كمان الموضوع الاعلام وازاي برضو بيدوس على خصوصية الناس وحقوقهم في الاحتفاظ بخصوصيتهم من خلال شخصية الاعلامي بقى اللي كان عايز يعمل الحوار في القناة التلفزيونية، وازاي هجم على بيت السيدة اللي هي كانت طبعا قامت بالانتحار، وسرق الموبايل وعرف تفاصيل الرسائل، فهو ممكن يعمل اي حاجة مقابل انه يحصل على سبق اعلامي، وازاي ان في ناس عايشه مع شخصيات اونلاين في عالم افتراضي وهمي وما شافوهمش ولا مره حتى في الحقيقه، زي الثلاث سيدات اللي كانوا بيكلموا نيك، او يعني بيكلموا دون اللي هي منتحله شخصيه نيك. واكتشفنا بالتدريج ان هي ولا واحده فيهم اصلا اقامت معايا علاقه في الحقيقه، ولكن كان كله كلام على الانترنت، وهو اصلا بيكلموا شخصيه تانية خالص، وبيكلموا سيده وحيده مسنه بتنتحل الشخصيه. بيوضح خطورة عالم الانترنت بقى، والشخصيات اللي انت ممكن تكلمها تكون بتكلم حد تاني خالص، وانت واقع في عالم من الخداع والتزييف والتضليل. حتى ان شخصية ايما كانت رافضة، يعني هي كانت بتكلمه بقى بشكل كتير، بتكلم نيك او دون اللي منتحل شخصية نيك، ولكن كانت رافضة تعترف ان هي ما شافتوش، لكن مع الوقت وكلمت ابنه كده وقالت ايوه انا فعلا ما شفتوش في الحقيقة، ولما سمعت صوته الحقيقي اتفاجئت وقالت ايه ده، امال انا كنت بكلم مين. فعلاقات وهمية بيخش فيها الناس، ناس وحيدة، ناس عايزة تخش في علاقة عاطفية، فممكن يقعوا ضحية لشخصيات زي دون. يمكن محدش توقع ان تكون هي دي بقى يعني المحور الاحداث، وان الوحدة اللي هي فيها او عدم ظهورها زي ما هي بتقول هو السبب الرئيسي، وان الناس دايما بيتجاهلوها وبيعملوها كأنها غير مرئية. وفي حوار مع الكاتب بتاع العمل توني ايرز كان بيقول ان النهاية مستوحاة بعد ما ارى عدد من القصص عن سيدات بتنتحل شخصية رجال في عالم الانترنت، وبيقول ان هو مش شرط تكون مثلا منجذبة ليها بشكل جنسي او هذا الكلام، ولكن بتكون عايزة الصحبة وحاسة بالوحدة، وحاسة ان هي عايزة تكون مرغوبة او داخلة في علاقة من خلال بقى ان هو اصلا جوزها مهملها تماما في المنزل. بيقول ان هو حب فكرة السيدة اللي هي حاسة بانها مختفية تماما ومش ظاهرة للناس، من الناس اللي هي في الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة، حاسة ان محدش حاسس بيها، محدش مهتم بيها في المجتمع، وبتسعى بقى ان هي تحس ان هي تكون محور الاحداث والاهتمام لشخصية دون. وكان في البداية لما كان هو اصلا نيك مختطف في السيارة وكده، كان بيتم رحلة البحث عنه، عملوا فريق تحقيق بقى، وازاي كل يشوفوا مثلا العلامة اللي وراه على الحيطة او هذا الكلام عشان يوصلوا لاي معلومة من خلال فريق بحث على الانترنت. وده كنا شفناه قبل كده برضو في فيلم وثائقي كان موجود على نتفليكس، هو كان يعني بشكل مختلف شوية، ولكن برضو كانت رحلة بحث من خلال فيديو، حاولوا يوصلوا لأي تفاصيل في الفيديو عشان يوصلوا للشخص القاتل في الفيلم الوثائقي اللي هو كان Don't Fuck With Cat. ده كان برضو واحد يعني بيقتل القطط وهذا الكلام ويعذبهم ومش عارف ايه، فيبدأوا يحللوا الفيديو حتة حتة ويشوفوا لو في اي دليل، حتى عن طريق المكنسة اللي في الأوضة، شوفوا ماركتها ايه، طب جاية منين، طب اي تفاصيل عنها، لحد ما يوصلوا لكل تفاصيل الفيديو ويقدروا يوصلوا للمجرم. فهم برضو كانوا في المسلسل بيحاولوا يحللوا الفيديو حتة حتة ويشوفوا لو في لوجو معين اللي موجود واللي قدروا يوصلوا من خلاله للعربية اللي هي كان مخطوف فيها نيك.
وشفنا بقى ازاي شخصية يعني بيا رجعت بعد كده تعاونت مرة اخرى، او رجعوا مرة اخرى للعلاقة الطبيعية ما بينهم بيا وصوفي اللي هي مرات ناك، رغم الخلاف اللي كان حاصل بينهم وانفصالهم، ولكن يبقوا في الاخر ان هما اسرة ويرجعوا لبعض تاني وترجع العلاقة مرة اخرى. كان برضو في يعني ملامح كده ليه علاقة حب ما بين المحقق او الشرطي وبين بيا. شفنا كمان الابن برضو وسعيه وراء الوصول للحقيقة، وازاي كان بيتعرف برضو على شخصية وكان عايش برضو في الوهم في علاقة اونلاين، ما شافش الشخصية على الحقيقة او البنت او البنت الاسيوية اللي هو كان بيكلمها، وبعد كده لما حس بالخطورة وانه بيقع في نفس الخطأ وانه عايش بقى في العالم الوهمي للانترنت وكده، بدأ يقول لها ان هو عايز يشوفها على الحقيقة، ولكن كانت شخصية بالفعل حقيقية وكانت ليها دور مهم ومساعد في الوصول لدون. شفنا كمان موضوع برضو ناقشوا المسلسل وهو التعليقات المسيئة بقى، والناس اللي كانت تقعد تكتب على موضوع الفيديو اللي كان موجود ان ناك يعني بيعامل النساء بشكل سيء، وبدأوا يتهموه بقى باتهامات فظيعة ويتكلموا ان جثته يا ترى هتلاقوها فين واعضاء جسمه هتلاقوها مرمية فين، وجنون اختفاء الناس وراء تعليقات معينة ورميهم الاتهامات على الشخصيات اللي موجودة في عالم الانترنت. تعليقات كانت سيئة جدا، ولما يشوفها احد افراد الاسرة هيحسوا طبعا يعني خوف شديد وحزن على اللي حصل لنيك. فيبقى كل السر ورا الموضوع هي الشخصية اللي هي حاسة ان هي خفية وعايزة تكون ظاهرة، عايزة تحس بكيانها وعايزة تخرج من احساس الوحدة اللي هي عايشة فيه وشخصية دون. ويمكن الناس تتعاطف مع الشخصية دي وتقول يعني دي شخصية وصلت لدرجة المرض وان اللي هي عملته ده كان خارج عن سيطرتها، ولكن كان يعني بتقعد يعني فترات طويلة جدا تكلم عدد من الشخصيات وبتتلاعب بحياة الناس، واكتر واحد طبعا تلعبت بحياته هو نيك، ولكن نيك مسؤول بشكل كبير عن اللي حصل له من خلال تسليم ازاي تسلم كل اشيائك وممتلكاتك الالكترونية وصورك وبياناتك وهذا الكلام لأي شخصية حتى لو باينة طيبة كده وهادية في العمل وكانت يعني بتقول ان هي بتحبه ومش عارف ايه وبتعامله معاملة كويسة، فسلمها كل حاجة وكان مصيره هو ده اللي حصل له. ممكن حد برضه يتعاطف مع زوج دون، يعني هي هو ملوش ذنب، هو نفسه اتهم زوجته ان هي سنة مريضة وازاي تعمل كده وبتاع، فضرب نيك خلال ان هو مش عايز يروح للسجن، كان باين ده رغبة كبيرة جواه ان هو مش عايز يتسجن وعايز يحافظ على زوجته وينهي بقى الموضوع ده كله اللي هي بتعمله. فضرب نيك في لحظة تهور لما لقاه بيزعق بقى لزوجته وكده، فبرضه هو من الشخصيات اللي ممكن الواحد يعني يحس ان هو ما كانش مسؤول بشكل كبير عن الموضوع، بس خطأه الأخير هو اختطافه بقى كمان للولد الصغير ده اللي دخله بقى في المتاهة الكبيرة، وطبعا قتله لنيك كان في لحظة عصبية، وكان ممكن مثلا حد يقول طب ما هو كان ممكن يكون ده دفاع عن النفس، او ان هذا الزوج حس بقى ان نيك دخل اقتحم البيت وبيهاجم زوجته فضربه في لحظة دفاع عن النفس. الزوج مش يعني مش من اللي هو الشخصيات اللي هي زي زوجته، مش زي دون، دون شخصية بالفعل مريضة ويعني مهووسة بانها تكون محسوس بيها من خلال عدد من الشخصيات تكلمهم ليالي طويلة عشان ما تحسش باحساس الوحدة. كان كلامنا عن مسلسل كليك بيت، وهو من المسلسلات المميزة جدا هذا العام، ورب الحلقة تكون عجبتكم واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات القادمة، ومع السلامة.